بيعلن يا رب حاجتي لك انت يا رب، ما إلنا سواك انت، انت سندنا، انت عوننا، انت راحتنا، انت شبعنا، انت شفائنا، انت قوتنا يا رب، انت راحتنا يا رب. عايزين نكون في محضرك، نتلاقى معاك يا رب ونشوفك وجها لوجه يا رب. فتح عينينا يا رب حتى نراك يا رب، نستمتع يا رب بجمالك. تعال انت بروحك يا رب، سكن كل روح مضطربة يا رب، كل ضعيف انت اسنده وقويه بروحك العظيم يا رب. جوعنا إلك يا رب، مش عايزين نجوع لشهوات هيدا العالم، ولا نجوع يا رب لكل اللي العالم بيقدمه يا رب، بس عايزين نكون جوعانين لإلك. جوعنا ليك يا رب، عايزين نرتوي منك انت يا رب، ينبع الحياة. شبعنا فيك يسوع يا غالي، على جبل عالي انفرد بي يا رب، وحقق لي أمالي يا رب، أملي إن أشوفك أنت ومجدك أنت يا رب. في مزمور 77، سوري رح نرجع للمزمور رح نقرأه سوا. ونحن عم نقرأ المزمور خلينا في روح الصلاة. نحن عم نتمتع بكلمة الرب وبنتذكر أنين والاختبارات اللي مرات نحن بنجتاز فيها. صوتي إلى الله فأصرخ، صوتي إلى الله فأصغي إلي. في يوم ضيقي التمست الرب، يدي في الليل انبسطت ولم تخدر، أبت نفسي التعزية. أذكر الله فأئن، أناجي نفسي فيخشى على روحي. أمسكت أجفان عيني، انزعجت فلم أتكلم. تفكرت في أيام القديم، السنين الدهرية. أذكر ترنمي في الليل، مع قلبي أناجي وروحي تبحث. هل إلى الدهر يرفض الرب ولا يعول للرضا بعد؟ هل انتهت إلى الأبد رحمته؟ انقطعت كلمته إلى دور فدور؟ هل نسي الله رأفته؟ أو قفز برجس مراحمه؟ فقلت هذا ما يعلني، تغير يمين العلي. أذكر أعمال الرب، خلينا نتذكر كيف الرب تعامل معنا كل السنين المضت. إذ أتذكر عجائبك منذ القديم يا رب، كل ما صنعت لأولادك يا رب، وألهج بجميع أفعالك يا رب، وبصنائعك يا رب أناجي. نشكرك يا رب، نمجد اسمك. اللهم في القدس طريقك، أي إله عظيم، أي إله عظيم مثلك أنت يا الله، ما في مثلك يا رب. أنت الإله الصانع العجائب، عرفت بين الشعوب قوتك يا رب، فككت بذراعك شعبك بني يعقوب ويوسف. أبصرتك المياه يا الله، أبصرتك المياه ففزعت، ارتعدت أيضا اللجج. سكبت الغيوم مياها، أعطت السحب صوتا، أيضا سهامك طارت. ما أعظم قوتك وجبروتك يا الله. صوت رعدك في الزوبعة، البروق أضاءت المسكونة، ارتعدت ورجفت الأرض. في البحر طريقك وسبلك في المياه الكثيرة، وأثارك لم تعرف. هديت شعبك كالغنم بيد موسى وهارون. نشكرك يا رب،
نشكرك يا رب لأنه أنت في يمين ودراع القوة يا رب، أنت بتدافع عن أولادك حتى لو نحن مرات ما بنشوف يا رب، ما بنشوف آثارك، بس كل المخلوق يا رب أنت بكلمة وبسلطان بتحركها وبتدعوها. نشكرك يا رب لأنه نحن بنعبد إله حي، ما في مثلك أنت إله، بجبروتك ما في. شكرا يا رب، مع كل هالجبروت يا رب تتعامل مع أولادك بحنية وبرحمة برأفة وبحنان. شكرا يا الله لأنك سمعت لصلاتنا واستجبت لإلنا وصنعت عجائب من أجل أولادك باسم يسوع. آمين آمين. يا يسوع يا غالي، على جبل عالي انفرد بيا يا رب وحقق لي أمالي. يا يسوع يا غالي،
أرى نجومك وكل ما يدور في الأفلاك، وأسمع صوت الرعد في غيومك، وكلها قد صنعت يداك. نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك، ما أعظمك. Oh.
هيدي العظمة وكل الخليقة بتشهد. لم ترى عين إلها غيرك بيفتح السجن، بفك أيدي الأسرى وينزع القيود ويشق الغمر فائق الطريق، ولا تعوقه لا جبال ولا أسود ولا أي سدود. ورحلة إبراهيم، كيف الرب بلش يتكلم إليه بعد الفيضان وبعد ما تبلبل قصة بابل. وبعدين فجأة بنسمع إنه الله تكلم لإبراهيم بتكوين 12، وقال الرب لإبراهيم: اذهب من أرضك
ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. فهون بنشوف كيف إن الرب عايزنا إن ننفصل عن العالم، مرات ننفصل عن البيئة اللي نحن فيها. وأطاع إبراهيم. بنشوف بعدين بإصحاح 7، مش إصحاح، بنفس الإصحاح 12 بس بعدد 7 و8، وظهر له الرب بعد ما أطاع وترك وقال، قال له لنسلك أعطي هيدي الأرض، فبنى هناك مذبحا. هون بنشوف كل مرة بالعهد القديم لما كانوا الأشخاص بيبنوا مذبح، هذا بيشير إلى الصلاة وإلى الدعاء للرب والشركة مع الرب. فهون لما الرب شجع قلبه وأعطاه هذا الوعد العظيم، ذبح للرب والرب ظهر لإله. بعدين بعشرة بعد ما الرب أعطاه هذه الاختبارات وقال له أنا رح أباركك ورح أبارك نسلك، بس مرات ظروف الحياة بتخلي فينا الشك برعاية الله، وفجأة صار في عنده خوف، وبسبب هيدا الخوف راح ونزل على مصر ونسي الوعود، البركة اللي الرب كان معطيه اياها وكيف الرب ظهر له، وترك المكان اللي كان هو باني فيه المذبح وكان فيه عم يعبد الرب، وراح لمكان اللي هو كان مفكر فيه انه راح يلاقي فيه الشبع في أرض مصر. وهناك لما هو ترك المكان من دون ما يطلب وجه الرب، وقع في الخطية، كذب وتجر بمرته، بس الرب ما حب انه هو يضله يا رب بالطريق بعيد عن الرب. فالرب ما سمح لفرعون ولا لأي حدا يأذي ولا يأذي مرته، فرجع الرب وحماه. بعدين لما اعترف بهذا الشيء هو من قلبه رجع للمكان الأول ب13:3، ورجع إلى المذبح، إلى المكان العبادة، المكان الأول اللي تلقى فيه الرب. ورجع الرب وأعطاه الدعوة مرة تانية، وهو دعا باسم الرب وتكلم الرب معه مرة تانية وذكره بوعوده. فمرات اللي أنا عايزة أشجعكم فيه إنه حتى لو نحن بنكون متأكدين من صوت الرب وبركة الرب ودعوة الرب، لأنه وظروف الحياة مرات بتحط بذرة الخوف بتخلينا نبعد عن خطة الله، بس الرب لسه بيحامي عنا. حتى لو نحن إنه مرات ضعفنا وقعنا، بس هو ما بيتركنا لحالنا، ما بيتركنا نكون بعيد عن الخطة اللي هو مرتبها لحياتنا. فخلينا نرنم ونقول له يا رب نشكرك لأنه أنت تهتم بي وأنت بتقودني وأنت بترعاني، وها قلبي في يديك وعيني عليك أنت يا رب، يا من لا تنساني. Thank you.
رب خلينا نتعلم مثل ما تعلم إبراهيم إنه البعد عنك ما بيجيب لا الراحة ولا الشبع. إلهنا عظيم، إلهنا أمين، حافظ عهده سنين وسنين، بيطعم شعبه في البرية. يعني هو خاف من الجوع، مفكر إنه الله مش رح يقدر يطعمه، بيطلق أسرى ومسبيين. إله دانيال ورب داود، بنؤمن إنه مازال هو موجود وبنجي عبيده حسب وعده. هو اللي وعد من سيف جوليات وجب أسود. أمين. إيماننا
احنا مرات بنمرق بالمتاعب بالظروف الصعبه، بس صراحه بهيدي الظروف مع انها مرات بتكون فيها الم وتعب وبكاء ودموع، بس هي اكثر وقت نحن بتكون عينينا انفتحت على يد الرب القدير القوي اللي بتعمل من اجلنا، وبنشوفه معنا بطريقه معجزات غير عاديه. فبدنا نشكر الرب على الايام الحلوه والمرة الصعبة، الاختبارات الصعبة والاختبارات العظيمة المجيدة. أيوة شفتك يا رب في التجارب، وأنت بتدربني أحارب، عم بدربنا الرب. كنت خايف أنا من النهاية، بس شفتك أنت الأسد اللي غالب. أمين أمين. لازم نحن نطرد هذا الخوف باسم يسوع ونقول له، قل له
الرب قال قولوا للصديق خير، ربك في إيديه السلطان، ومهما كان الأمر خطير تحت جناح الرب بأمان. أمين. نظركم يسقط عن عينين الرب. لما اجتست في التجارب والريح هاجت علي وجاني ربي بنفسه قال لي انت ابني اسرع الي. ما نركض نطلب النجاة من مصر او من فرعون او من اي حد تاني، بس نركض ونسرع لإله. هو المنجي،
هو اللي سامع، هو اللي شايف، وهو اللي عارف، وهو اللي حاسس بأنيننا حتى لو نحن مش قادرين نتكلم. هو سامع أنين القلب وصراخ النفس، بيعرفك أكثر من نفسك. فقل له يا رب، لما اشتست أنا في التجارب والريح حاجت علي، جاني ربي وبنفسه هو قال لي أنت ابني اسرع إلي. بقول لك أزمة هو رح يعدي لك إياها، والريح هو اللي رح يهدي لك إياها. ما تخافش على المركب، هو اللي رح يرسيك على البر. أمين. Thank you.
معلش نهدي الأضواء ورح نصلي مع بعضنا هلأ، رح ناخد فترة صلاة. يمكن في الكنائس الأمريكية دائماً كل أحد بيعملوا دعوة، اللي حابب أن يصلي لأي أمر وحابب أشخاص يحطوا الأيادي عليهم، يلقوا الأيادي عليهم ويصلوا معهم. إذا بدكوا تيجي لقدام تعالوا لقدام، وأي حدا حاطط على قلبه أنه يصلي لإخواته. بس خلينا نتقدم أمام محضر الرب. نحن كنا منكسرين وكلياتنا بحاجة، كلياتنا بحاجة للمسة شفاء، كلياتنا عنا ظروف عم نمرق فيها عم نجتاز فيها، بحاجة لتشجيع ولمسة من يد الرب. تعال إلى الرب، تقدم إليه، هي فارقة معه، هو حاسس باللي نحن حاسين فيه، هو بيتألم مع ألامنا، مع كل دمعة نحن بننزلها هو كمان عيني بتبكي وبتدمع معنا، وأخذنا بحضنه بطبطب علينا بقول لك ما تخاف، بقول لك لا تخافي. أنا معك، أنا معك. شكرا يا رب، أعطيتنا جسد واحد، كلنا أعضاء نعطي لجسدك، بنكمل بعضنا، بنصلي من أجل بعضنا وبنرفع بعضنا. جسدك أمامك يا رب بحاجة للمس إليك.